أوقاتكم سعيدة إن شاء الله، وشكرا على متابعتكم برنامج المسامح كريم. يقال الاعتراف بالخطأ فضيلة، وهذا العنوان تندرج تحته القصة اللي راح بتشوفوها الآن، هي قصة من مصر. نعرف كل تفاصيلها، ولكن بالأول نستقبل صاحبة الدعوة، صاحبة المبادرة صافي. أهلا أهلا سيد صافي، تفضلي. تفضلي، أهلا وسهلا فيكي. السيدة صافي عبد المنعم. أيوة، شرفتينا. الله يخليك، وشكرا على مجيئك. ربنا يخليك. والست صافي جاي هلا بنحكي شوي نحن وياها، بس هي جاي من كبر اخلاقها، لانه حصل معها حادثه في عندها موظفه بالبيت، اتهمتها وحست بعدين انه اتهمتها زورا وبهتانا انه سرقت من عندها 5000 جنيه. بقى لما اكتشفت الحقيقه لقت انه وحده من صديقاتها كانت تسرقها في المنزل، طلبت انه تجيب هذه الموظفه اللي تركت شغلها من عندها وتعتذر منها امام الملأ وترجع ترجع العلاقه كما كانت بينها وبينها. بقى مبادره تشكرين عليها وبهنيكي عليها. ربنا يخليك، وان شاء الله خير، يعني ان شاء الله خير. ان شاء الله. هي الست اسمها نوره. ايوه مش هيك؟ كانت موظفه عندك وبتشتغل. أيوة. معك في البيت وهذا. انفقدوا 5000 جنيه ودهب كان فيه. اتهمتيها. هو 5000 وكان فيه شويه ذهب برضو. نعم. فالمهم يعني هي كانت كويسه مع بنتي. انت عندك بنت؟ بنوته. وعايشه وحدك انت وبنتك؟ انا وبنوتي. نعم. منفصله وكده. قديش عمرها بنتك؟ عندها 10 سنين. 10 سنين ما شاء الله. الله يخليها. الله يخليك. بس كانت في مره حتى كانت تعبت وسخنت وكده، وانا كنت في شغلي، فهي راعت البنت وبصراحه خدت بالها منها كتير، وقامت باللي ممكن اقوم بيه انا وزياده. فجاي بعد كده لما حصل اكتشفت ان في فلوس ضاعت وفي ذهب ضاع. فالمهم شكيت فيها، وكنت ليا صديقه، فالمهم بقول لها، فقالت لي لا يبقى هي اكيد اللي خدت وكده. فالمهم فزعقت لها وطردتها ومشيتها. فجت مره تانيه بصيت لقيت الصديقه دي عايزه تشحن الموبايل بتاعها، فدخلت تشحنه، فبصيت لقيتها بتسرق. فالمهم قلت لها طالما كده يبقى انت اللي سرقتي المره اللي فاتت. يعني انت ما كنت مرتاحه لصديقتك؟ يعني بس ما كنتش متوقعه، لان انا بيتي فتحاه وصديقه. نعم. وبقى لها فتره معايا، فانا ما تخيلتش ان هي ممكن تمد ايديها، او ان يعني فتحاه لها بيتي يعني. نعم. اصحاب يعني. ما ايوه ايوه ايوه. فما حصلش حتى قبل كده ان هي خدت مني حاجه، فما جاش في مخيلتي يعني. فالمهم طب هي الست المسكينه لما اتهمتيها شو قالت لك؟ هي طبعا يعني طبيعي قالت لي لا، وعيطت وانهارت، وانا مش ممكن اعمل كده، وانا بقالي سنتين معاكي وازاي ان انا مدي ايدي فطبعا برضو بتيجي دايما اي حد مشغل حد فبيشك فيه هو على طول. نعم. لان انت اللي قاعده وانت اللي بتخشي وانت اللي بتطلعي. فصاحبتي مثلا لما بتيجي يعني بدخلها، بس مش بتبات معايا بقى ولا بتقعد معايا زي ما هي كانت قاعده يعني. فاتصدمت لما لقيت طبعا ان الصديقه هي اللي خانت. نعم. يعني ومدت ايدها. فانا ما كنت مذهوله ومش مصدقه طبعا، ومتضايقه جدا ان انا اتهمت يعني حد. يعني قديش الك طردتيها للموظفه؟ من كم؟ 7 اشهر؟ بقالكم 7 اشهر؟ هي كانت قاعده معايا بقالها سنتين. نعم. لما ماشي. لما طردتيها لما يعني في الحدود دي. 7 اشهر تقريبا. اقل من سنه يعني. تقريبا اقل من سنه. طيب شو بدك تقولي لها هلا؟ هلا معي انا رساله منك راح نقرا لها. بس عايزه اقول لها طبعا حقك عليا. وانا اسفه ليكي جدا، لان الظلم وحش طبعا، وانا طبعا واحده من الناس ما بحبش يقع عليا ظلم. فالظلم دايما الانسان لما بيحب يعني بيبقى برضه عنده ضمير شويه، ويحس ان هو ظلم حد، مش عيب ان انا اعترف وان انا يعني اصالحها وابوس دماغها واقول لها حقك عليا قدام الدنيا دي كلها، في سبيل ان انا يعني برد كرامتها. عايزه ترجعي لها اعتبارها. كرامتها طبعا كرامتها. ورحت المكتب اللي كان جايبها لي وقلت له انا غلطت وتسرعت في الحكم عليها. بس ما كلمتيها مباشره؟ ما هو عشان كده انا عايزه اصالحها قدام الكل. طيب نحن وجهنا لها الدعوه لنوره. اكيد طبعا. بنشوف سوا. اهلا استاذ جورج، احنا النهارده رايحين المعادي عشان هنسلم دعوه الحضور للاستاذه نوره محمد. اهلا
خير. مساء النور. حضرتك استاذه نوره محمد؟ ايوه. حضرتك عندك 33 سنه صح؟ ايوه. عندك ولد عنده 8 سنين؟ ايوه. طيب انا اسماء من برنامج جورج كرداس. اهلا وسهلا، شرف. جاي اوصل لحضرتك دعوه لحضور البرنامج. دعوه ايه؟ هي دعوه عشان تيجي تحضري معانا البرنامج. طيب اشمعنى انا؟ في حد دعاكي للبرنامج. مين؟ مش هقدر اقول لحضرتك دلوقتي، فريق الاعداد وشركه الانتاج هيكلموكي ينسقوا معاكي كل حاجه. طيب ايه فكره البرنامج؟ فكرة البرنامج معتمدة على عنصر المفاجأة. الدعوة قبلتيها؟ اه. أستاذ جورج، أستاذة نورة محمد قبلت الدعوة وجاية إن شاء الله. مع السلامة. معنا سيدة صافي بتشتغل على حسابها، عندها أعمال. بقى سيدة صافي جاي تعتذر من ست كانت موظفة عندها، لأنه اتهمتها بفترة أنه سرقت لها مبلغ من المال مع مجوهرات. حبت تجي على استوديو أمام الملايين أنه تعد لها الاعتبار للسيدة وتعتذر منها وترجع العلاقة بينها وبينها. لذلك نورة هي المطلوبة. نورة موجودة في الخارج، قبلت الدعوة. بقى بدنا نرحب بنورة، تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. اهلا ست نورة، كيف احوالك؟ الحمد لله. تفضلي. اهلا وسهلا، كيف اخبارك؟ الحمد لله. شكرا على قبولك دعوتي، بتشكرك انا. شكرا لله. ومع انك مش عارفه شو ناطرك هون ومين ناطرك وشو اللي حيحصل، ما بتشكرك انا. كيف احوالك؟ الحمد لله. كيف حياتك؟ الحمد لله نحمد عليك. ماشي الامور؟ يعني مش كتير كويس مثل كل الناس، مش هيك؟ هي. يا ستي، يعني انا وسيط، انا ساعي خير، انا ساعي بريد. حدا طلب مني أن أدعوكي ودعيتك وأنت شرفتي. وأهلا وسهلا فيكي. أهلا بك. عم تسألي مين؟ ياريت ياريت بدك تطلعي بالشاشة. تكرهيها لست؟ تكرهيها؟ مش عايزة أشوفها أبدا. أبدا. الست دي عملت معك فصل ما بينعمل، يعني مش سليم، مش صحيح، غير أخلاقي. اتهمتك بالسرقة وأنت كنت بريئة. فعلا حصل. نعم، ولكن هيدي الست اكتشفت أنك فعلا كنت بريئة. بعد إيه؟ طيب الست ضاع لها مبلغ من المال وضاع لها مجوهرات، وحضرتك موجودة بالبيت. أول شيء بيروح الشك عليك، وأي وحدة تانية بالعالم بالدنيا بدها تفكر نفس التفكير. الكلام ده لو ما حدش بيخش البيت غيري أنا بس. لا، ما هي اكتشفت بعدين، لأنه هي ضميرها تعبها وهي حققت بالموضوع، بعدين اكتشفت أنه حدا تاني كان عم يسرقها بعد ما دمرتني، وانك انت بريئه. طيب دمرتك، هيدي الست اجت اولا بدها تعيد لك الاعتبار امام الملايين، امام كل الناس، وثانيا بدها تعتذر منك، تطلب منك انك تسامحيها. نعم. وانا مش قابله اعتذارها. رح بقرا لك الرساله اللي بعثت لك اياها. بتقلك صديقتي وأختي الأمينة نورة، استأمنتك على بيتي وفلوسي وبنتي، وكنت قد الأمانة. كنت أم تانية لبنتي وأخت صغيرة ليا. أنت أكتر وحدة عارفة ظروفي، ورغم أنك قدرتي تخليني أثق فيكي، لكن لما حصلت لي مشكلة كنت ضعيفة لدرجة
إنه حد تاني كنت أثق فيه خلاني أشك فيك. أنا عارفة إني جرحتك لما شكيت فيك ولما اتهمتك، لكن صدقيني أنا من ساعة معرفت الحقيقة وأنا خجلانة من نفسي ومن تسرعي. أنا مش بس خجلانة، أنا كمان ندمانة إني خسرت واحدة أمينة ومحترمة وبتخاف علي وعلى بيتي، ودلوقتي أنا جاي أصلح غلطتي واعتذرلك قدام الناس كلها على اللي عملته معاكي. أنا عارفة إنك زعلانة جدا، لكن أنا بعتذرلك وبتأسفلك، والأهم إنك تسامحيني إذا قدرتي، والمسامح كريم. في كتير ناس منا بيغلطوا بس بيندموا. يا ست صافي، طلبتي إنه الست نورة تجي لحتى ترجعي لها اعتبارها قدام كل الناس وتقولي لها اللي في قلبك. تفضلي، عندك فرصة وعلي صوتك شوي. أنا طبعاً بعتذر لك قدام الدنيا دي كلها، وبقول إن أنا غلطت في حقك وحقك عليا، وطبعاً غلطة ما كانتش مقصودة، بس أي حد مطرحي ممكن يعني بيجن جنونه لما يدي حاجة منه من البيت، وأنا مستعدية للطردية اللي أنت عايزاها. أبوس راسك قدام الناس اللي أنت عايزاه، أنا تحت أمرك فيه، ومش عيب ان انا بقول ان انا غلطت، بس يعني برضو بعتذر، يعني بقدم اعتذاري. فيعني المفروض ان احنا يعني خيركم يعني اللي هو بدا بالخير يعني. فانا يعني غلطت، وديني بقولك انا اسفه وحقك عليا، والترضيه اللي انت عاوزاها انا تحت امرك فيها، ويهمني طبعا ان انت من جواكي تبقي صافيه وما تشيليش مني حاجه وما تبقيش زعلانه، وفي نفس الوقت ما تديش عليا في يوم ان انا ظلمتك يعني. فيعني بمدلك ايدي. اوكي اوكي صافي، خلينا نسمع نورا شو بدها تقول لك. تفضلي نورا. لا بعد ايه السماح، انا واحد شغاله معاها سنتين سايبها بقى لي 7 شهور، وراحت قالت للمكتب ان انا سرقت منها فلوس، ولحد دلوقتي مش لاقي شغل اشتغله وقاعده في البيت. طيب ما هي اجت تعتذر وتقول لك التعويض اللي انت عايزاه وبدك ترجعي لعندها مستعده. تعويض على ايه؟ بعد ايه؟ طيب خلص حصل الضرر، بس بنستمر كده؟ نبقى على طول؟ رجعت الست ندمت عرفت الحقيقه؟ لان انا كنت بعتبرها مش واحد شغال عندها، كنت بعتبرها هي اهلي وناسي. هي مش معتبرتك هيك، هي ما قالتش انك شغاله عندها، هي مش معتبره هيك، هي قالت لك اختي وصديقتي عم تقول بالكتاب. سمعتيها؟ سمعتها. طيب يا ست، مين بيشك في اخته ومين بيشك في اخوه؟ لا بيشك، واحد بيشك، كل انسان بيشك. ما بيحصلش، كل انسان بيشك. انت مش شاكه بناس احيانا وطالع مش مظبوط؟ شكك؟ لا طبعا لا. فإذا أنت بريئة وقلبك طيب يعني الحمد لله. نورا، الست إجت وأمام الملايين اعتذرت منك، طلبت منك السماح، وقالت لك اللي أنت عايزاه، وبدها تصلح وتصحح ما مضى، تعوض عما مضى بقى، وأهم شيء أنك ترضي لها ضميرها لأنه ضميرها تعبان. ما سألتش نفسها ليه قبل ما تتهم الناس البقر؟ نعم؟ ما سألتش نفسها ليه؟ أنا عايش عندها وبراعيها وبراعي بنتها، وبحب بنتها عن ابني وبفضل بنتها عن ابني. بنتها ما بتكون تعبانة وهي مش قاعدة، أنا اللي بقعد وأنا اللي بقعد. هي قالت هالكلام سمعتي الكتاب؟ سمعت الكتاب، بس الظلم وحش. صح صح، معك حق، الظلم وحش. معك، وانظلمتي، وأنا معك إنك انظلمتي، بس خلاص بدنا نصحح الظلم. مش قادر اسامح لانها دمرت لي حياتي. انا قاعده بقالي 7 شهور في البيت، ربنا اللي عالم الواحد بياكل ازاي ويشرب ازاي.
يا ست صافي احكي معاها. يعني انا هعوضك الخساره اللي انت خسرتيها طبعا الفتره دي، وانا رحت المكتب واعترفت وقلت ان انا غلطت في حقك، وقلت الترضيه اللي انت عاوزاها، واديني قدام الناس كلها هبوس راسك واصالحك والمسامح كريم. مسامح كريم، كلنا بنغلط. بعرف بعرف انك مجروحه، هي عارفه انك انت مجروحه كمان، بس برضو يعني لما بانت الحقيقه خلاص. طيب اجت امام الملايين تقلك سامحيني، يعني هون بتصيري انت ظالمه اذا ما سمحتيها، بتصيري انت هون عم تظلميها، لانه لما اجت وقفت امام الملايين طلبت منك السماح واعترفت انه هي شكت فيكي بالخطا وعرفت الحقيقه، بتصيري انت ظالمه. اصير انا ظالمه ازاي استاذ جورج؟ اذا ما سمحتيها بتكوني انت ظالمه هلا، لانه هي اجت اعترفت بخطأها امام ملايين البشر. بعد ايه طيب؟ يعني انا من جهتي عملت واجبي، هذا البرنامج مفتوح للسماح والمسامحه، عنوانه المسامح كريم. نحن قمنا بما علينا، حاولنا انه ترجعوا العلاقه وتصحح خطأها السيدة، هي مستعدة تصحح الخطأ، مستعدة إنه تعوضك على اللي خسرتيه، ترجع لك كرامتك. بقى القرار بيدك، أنا بتركك هلأ إني فكري شوي وبعدين أعطيني جواب. يعني أفكر بيني وبين نفسي إنه هي عم تعطيكي فرصة إنه ترجعي تبيضي صفحتك وترجع سمعتك كويسة وخلص، وهالخطأ هذا كله يزول والظلم كله يزول. بقى إذا المسألة عناد، أنت عنيدة؟ مش عنيدة يا أستاذ جورج، اتظلمت. على راسي اتظلمتي، بس اتظلمت من غير ما بس جاكي الإنسان اللي ظلمك بيقول لك أنا مستعد أصحح الخطأ وعوضك عن الظلم. بقى فكر. كل اللي طالبته منك انه تسامحيها. قرار عندك. قالت لك انا مستعده ابوس راسك قدام الناس وتسامحيها وتعوضك عن اللي فات. بتقولي انه بنتها بتحبيها زي بنتك، مش مشتاقه تشوفي بنتها؟ اكيد. فاذا يا نورة فكري. شدي حيلك، يعني بدها شجاعة كمان. وإن شاء الله تكون هالحلقة فاتحة خير عليكي وعلى ابنك وعليها. يلا شو القرار؟ سامحي بقى. ربنا يسامح. وانتي؟ خلاص خلاص مش هقدر اقول حاجه تانيه. مسامحتها؟ مسامحتيها؟ صدق. والمسامح كريم؟ صدق كريم. المسامح كريم. يلا
بقى هي ارتاحت، هي ارتاحت وانت ارتحتي هلا، كلنا ارتحنا خلاص. يعني من منا لا يخطئ، من منا لا يخطئ. مبروك الصلح، يلا ان شاء الله بتاخديها تشوف بنتك، لانه شو اسمها بنتك؟ يارا. يارا، ما بتشوفي يارا؟ يلا بتروح تشوف يارا، بالتوفيق ان شاء الله. بشكركم اثنينكم، بشكرك انت صافي، بشكرك يا نورا، بشكرك كمان على شجاعتك. بعرف انك انت كانت صعبانه عليكي، انما الحمد لله اقنعناكي. يلا بالتوفيق ان شاء الله. تفضل تفضل. إلى قصة وقصص جديدة مع المسامح كريم، دائما تابعونا.